هذا ووجه الاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة المستشار التركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية رئيس اللجنة الأولمبية السعودية التهنئة إلى الاتحاد العراقي للعبة بعد قرار رفع الحظر عن الملاعب العراقية. وذكر الاتحاد العربي عبر موقعه تويتر للتواصل الاجتماعي: يتقدم الاتحاد العربي لكرة القدم بالتهنئة للاتحاد العراقي لكرة القدم بعد رفع الاتحاد الدولي فيفا الحظر عن الملاعب العراقية، وتمنى الاتحاد العربي لرياضة العراق مزيدا من التقدم والازدهار.